امين قال مبروك ما عملت. يعيشك سير هادي. عرسك فيه بعض النقاط الغريبة. ترى قولهم لي بالله وين ريت هالغرابة هذوك. فما الحاجة الأولى أنك ما مهدتش تسأل عن الزواج تقول ربي سهل. علاش ما كنتش تحاول أنك تنشر موعد زواجك قبل بمدة كما جاري به في العرف؟ بكل بساطة خاطر هذه أمور شخصية نرى، ما تهمني كان أنا ومرتي كهو، وعلاش معناتها باش ننشر حاجة تخصني لعبيت في حاجة ما تخصهاش؟ معناتها سي أو سي سامبلومون سا، معناتها سينو كان قلت لي أنت نمهد، معناتها شنو نعمل؟ نهبط نعمل إيشوفمون قبل العرس، معناتها تعمل الحركات الإحمائية قبل الزواج. أمين، فما الأصحاب تعرف الدات، الناس الأقرب منك تعرف الدات نتاع العرس، وأنت أخفيت الدات نتاع العرس. علاش كنت خبيت الموعد؟ حتى على بعض الناس، معناتها كان المقربون المقربون. معناتها وهذا هو معناتها هذا اللوجيك عندي انا، معناتها كان المقربون المقربون وفي بالهم معناتها وعندهم علم بالموعد من مده ويعرفوا هذا، اون بليس ظروف البلاد تعرف الفتره اللي وقتها عرست انا ما كانش مسموح معناتها بزواج يلم مئات الاشخاص. دونك كان مفروض علي اني نكتفي بالمقربين المقربين فقط. قلبك ما يتسع كان للناس اللي حضروا في الصالة وقتها؟ قلبي يتسع لجميع المشاهدين والمتابعين في الإذاعة والتلفزة الكل. بركة الرأى اليوم أنه من حقي أنه يكون عندي شوية انتيميتي مع عائلتي مع أصدقائي في حدث نعتبره حدث شخصي. طلبت من الناس أنهم ما يعملوش تصاور، ما يصوروا حد شيء. صحيح. لكن أول واحد هبط تصور عرسه هو أمين قرع. لا هبط تصويرة واحدة مش تصور ساعة، مع تصويرة واحدة وكتبت تحتها تعليق واحد، الصورة هذايا معناتها كتبت واحد من قواعد نتاع الزواج هو الإشهار فليشهدوا الجميع أني اخترتك. معناتها عندي أنا قاعدة من قواعد الزواج كيما المهر كيما الأمور الكل هو الإشهار. معناتها واحدة من القواعد هو الإشهار، والإشهار يتطلب أنه يعرفوا الناس الكل أني ما عادش أعزب أني متزوج، والمرأة اللي اخترتها متزوجة بيا. دونك كان في اطار هذا، ذاك علاش كانت صوره واحده فقط. كنت مضطر؟ لا لست مضطر. تعرف انه افراح المشاهير احيانا تجي فيها تعليقات مش باهيه. هذاك علاش انا حبيت الزواج يكون معناتها غير متاح للجميع. خوفا من التعليقات والملاحظات؟ لا مش خوفا من التعليقات والملاحظات. اللي ما يحبش عباد تدخل له في حياته وما يحبش يسمع حاجات هو ما يحبش يسمعهم، ما عليه كان ما يخليش العباد يدخلوا له في حياته. سهلة الحكاية. لكن أنت شخصية معادلة سهلة برشا. أنت شخصية عامة. هي شخصية عامة حتى معناتها ما فهمتش لازم يعرفوا عليا وين نمشي وين نجي وما باش كون عرست لا لا مش معناتها مش صحيح. أنا ضد النظرية هذي. العباد يراو الحاجات اللي لازمك توريهم لهم أنت فقط. كيفاش تتعامل مع التعليقات اللي تجي تحت تصور عرسك؟ ما كانش موجود تعليقات. في لي باج الأخرين. ما يهمنيش في لي باج الأخرين. أنا لست مسؤول على بقية الصفحات. كل واحد يكتب اللي يحب هو حر. معناتها اللي يحب يشكر اللي يحب يقول عجبني ما عجبنيش كل واحد حر. هو زواجك الثاني. ما؟ في الإذاعة كان معايا على الشبي قال لي هو الزواج الأخير سيكون الرابع والأخير. أي معناتها أنا اسمي يمين قارة واسمه على الشبي معناتها. أه ناوي على الرابع؟ لا لا هو كذاك يولي اسمي على الشبي. عم اسمي يمين قارة قلت لك معناتها أنا اسمي يمين قارة واسمه على الشبي. ربي هنيه هو عليه حر يعرس حتى 100 مرة له ذلك، له يعمل في حاجة عيب له يعمل في حاجة حرام. الله يختار معناتها أنه يدخل البيوت من أبوابها وهو حر يعرس حتى 100 مرة هو حر. وأنا حر معناتها نعرس المرة الأولى الثانية معناتها كل واحد حر في روحه. من رأيي معناتها هذا أبسط الحقوق الشخصية. ذولي ما ضريت حد وهو ما ضر حد كيف كيف. علاش بخلي الأمور مفتوحة أمين؟ لا ماهيش مفتوحة، هذا زواجي الأخير وسجل عندك و وكان نادار شنو اشنع من علي على شنو قال لك هو؟ قول لي شنو قال لك؟ قال لي الى الابد. يدي حتى بعد ما نموت ما عينيش بحريات كانت دخلت للجنه مش لازم ما حشتيش نزل عليهم هز مرايتي معايا خويا نقصد ربي يز في البرك. شو اللي عملته؟ واللي قاعد تعمل فيه تو باش زواجك هذا يكون زواج ناجح؟ اللي ما شاركتش العباد هذايا اول حاجه ديجا معناتها اللي يحب ينجح في حياته الشخصيه ما عليه كان معناتها يعرف كيفاش يخلي حياته الخاصة تكون فيغوية لي هو. معناتها أنا فرحان أنا ومرتي فرحانين مع بعضنا، أصحابي اللي فرحوا لي كانوا موجودين،
فوالا معناتها سي سا يخلي حياته الخاصة اللي هو فقط. معناتها توسكي قرارات تهم حياتي ما فماش علاش العباد باش تقرب لاصتي. أما في مستوى علاقتكم ببعضكم هكا انسى العباد، شنو اللي باش تعملوا لضمان نجاح الزواج؟ أنا باش نكونوا كومبليس في كل شيء. مثلا معناتها اليوم أنا عكس ما يتصوروا العباد أنه مرتي تخدم معانا راها حاجة إيجابية جدا. مهم جدا أنه باش ننجح في خدمتي يكون في ظهري العبد اللي عندي في ثقة. وهي معناتها عند خدمتها وقايمة بواجبها أكثر من اللازم. معناتها وفرحان برشا أنه موجودة معايا في مريت من نحلوا عينينا من بعضنا لنكملوا النهار معناتها من الأول للآخر. ما تقلقوش من بعضكم؟ لا والله لا جملة. وأنت كا ما قلقناش من بعضنا معناتها. لكن أقلق نقول لك هذي ترجي. أما نتصورش، أنا ما نتصورش. في طبيعة معناتها الشخص اللي معايا معناتها مش ممكن خاطر مبنية على علاقة صحبة أكثر. معناتها تحسنا أصحاب وميم طون معرسين ونحبوا بعضنا. دونك هذاك علاش الحمد لله ويزي خويا من غير ما نزيد نحكي اللي ياخذونا بعيد سيبنا خويا. فما ناس كنت تحبهم يكونوا موجودين وما جاوش؟ عندي انا فما ثلاثه من الناس اللي هما معناتها فما ثلاثه من الناس كنت نفضل انهم يكونوا موجودين. دونك الشخص الاولاني ما ينجمش يكون موجود خاطر الوالده نتاعو معناتها كانت مريضه ديجا بعد العرس بنهارين توفات. الشخص الثاني ما استدعيتوش خاطر دخلت في الجوج نتاع العرس وندمت من بعد اللي ما استدعيتوش كلامني. والشخص الثالث ما كانش ممكن انه يكون موجود. الشخص الاولاني هو نتصور نور الدين بوطار هو مدير الاذاعه هو مدير اذاعه موزايك السيد نور الدين بوطار معناتها هو في مقام خويا الشخص الاخير اللي حكيت عليه هو اخوك الله يرحمه الله يرحمه وي واللي في الوسط كنت نفضل شو ما معناتها أكثر حاجة مستني اللي كنت نفضل وهذا استحملتها في داخلي أنا وما معناتها كان نهار نتاع فرحة ومعناتها ما حبيت أقلق حتى حدا ما بيني وبين روحي. معناتها كانت أكثر حاجة مقلقتني أنه العبد اللي معناتها أكثر عبد خلى بلاصته عليا معناتها كيما كان حاضر معايا حياتي كل في لي مومون الباهين وخايبين هو مناف الله يرحمه الله. معناتها هذه اللي غاضتني أكثر حاجة بيني وبين روحي. في الوسط الشخص الثالث أو اللي سميته أنت الثاني أنا ما عقلتوش. مهم نقول الاسم نتاعو؟ مهم ما دامك حطيته في الحظوه هذه ما بين مديرك من 20 سنه وما بين خوك الله يرحمه اكيد انه يلزم نعرف اسمه لانه احتل هذه الحظوه. هو معز بن غربي. ما من محبه الا بعد عداوه. خاطر عمال انا مانيش قليل اصل هذه وعمل معايا حاجه ما ننساهاش وانا من العباد اللي تنجم تعمل معايا حاجه صغيره برشا تنقعد رالك بها حياتي كامله. معناتها رغم اللي تحكي انت تقول انت بون معناتها امور في مهنيه ما انت تقول عداوه ما اعتبرهاش عداوه ما فماش عداوه غيالمون عداوه في الخدمه ما نمنش بها. معناتها فما امور مهنيه. معز بن غربيه كان الاول والاوائل من اللي حضروا في الجنازه نتاع خويا الله يرحمه كان هو الاولاني وكان عدى اكثر وقت معايا رغم اللي تقول انت كانت الامور يمكن ماهيش ولا بد اما كان هو حاضر اكثر واحد. دونك هذاك علاش انا ندمت من بعد ولامني من بعد ونعتبر لي عنده الحق. قال لي والله حبيت كنت حاضر في عرسك شبيك ما كلمتنيش. قلت له عندك الحق وسامحني. هو من بادر؟ شو هذي تدخل في كلمات الاخرى قبل العرس ما معناتها راني تونسي كيف اللي عرسك كل يا اخي. خلي يجي عرس عندك نجار ناقص من غادي ودهان من غادي وجنان من غادي ما جاش خدم ونجري في جره البناي ومن غادي والصاله يكلموا فيا من غادي. والبندق وين وش بيه ما جاش والحلو وين وش بيه ما وصلش. معناتها دخلت بعضي عادي معناتها ايه ولا تعرف اللي يضحك اكثر معناتها اول اوت كوفرفو 8 كوفرفو 7 في نفس الشهر كوفرفو 10 كوفرفو نص الليل وانا لي زانفيتاسيون كل مره نبدل في الوقت نتاعهم. دونك معناتها دخلت بعضي وي دخلت بعضي معز نعتذر منه بون اعتذرت له اللي هو كلمته. الصوره اللي هبطت انت وزوجتك فما صورة أنت تبوسلها في يدها. ليش شنو المشكلة؟ فأنت البعض تهكم على الصورة وفيما معناه أنه ضعيف الشخصية قدام مرته وفيما معناه كليل عصبانة بخيطها. والله شو نقول لك؟ كان الشخص اللي تحكي عليه أنت يعتبر أنه الحبيب وقت اللي يقبل يد حبيبته معناتها هو ضعيف شخصية وماكلها بخيطها. أنه يحصل لي الشرف كان هو هكا يخمم معه. كان راجل ما يحبش مرته ما يحطهاش فوق راسه عندي انا هذا
معناتها ما ينقصش من قيمته، بالعكس من نجم كان يخليه رجل يحاول انه يكون رجل مثالي، الراجل اللي ما يحطش مرته فوق راسه، اللي ما يفرحش بها، اللي ما يدللهاش، اللي ما يعطيهاش قيمتها وقدرها. عندي انا هذايا معناتها ما عرفش كان يعتبروه هو هذايا معناتها شخص ينقص من قيمته. يا خويا يعتبرني ناقص من قيمتي ما قلقنيش. معناتها انا تربيت على بابا يقول كلمه الباهيه لامي وكيبوسها من راسها ويبوسها من جبينها، انا هكا تربيت خويا. تربيت بابا يقدر امي ويحبها ويظهر الحب نتاعو قدامنا باش نعرفوا اش معناتها حب، هذه التربيه الصحيحه. تبدلت مين؟ اش معناتها تبدلت؟ وليت اكثر بيتوتي؟ بالطبيعه مادام عرست علاش خارج؟ العزوبيه هي اللي كانت تخرجك قبل؟ لا والله، لا والله حتى قبل لي. مانيش ما يدي كبرنا تتفرج شي بدا يطلع في اللحيه وتقول لي مازلت نخرج من صغير يا اخي. ليه الشيب قاعد يحيى تبارك الله قريب يولي في طولي تقول قاعد تحسن في اخفاء الشيب امين؟ لا والله انا مش مخبي برشا، معناتها نحاول قدر لكن على ما ننجم. مي بون انا عامل عليه جو مش مقلقش كل وقت ياخذ وقته. تدخل كوجينه طيب تو معناتها اللي يتفرج في الدار يحب يعرف مين قال يدخل كوجينه طيب ولا ندخل كوجينه طيب. تغسل الماعون؟ ما لا فيسيل تغسل الماعون. انت دونك تحط المعون في اللافيسيل؟ وقت اللي يلزم نحط المعون في اللافيسيل يالوغ نحط. وتعمل ضربه تسييقه صغيره؟ ما نسيقش، انا كان لازمني نسيق تنسيق، شنو المشكل؟ ما تفهمش الصوره النمطيه نتاع سي السيد يلزم يكون حاط سيق على سيق وعنده خديمه في الدار. لا يا خويا مش هكاك، الراجل برجوليته ما واقف، عمره ما كان الراجل بسطل ولا خيشه ولا بغسلان المعون. الراجل خويا وقت اللي تبدا مرته تخدم وهو يبدا في الدار يشمر على الذراعات ويهبط، خاطر هذه اش معناتها الراجل بقدره مع مرته مش بغسلان معون حكايه تافهه. ما وين عديت شهر العسل؟ والله بلاصه نحبها برشا في جربه. شنو الهديه اللي هديتها لزوجتك؟ انا الهديه اللي هديتها لها ما هديتها لهاش من في الزواج، هديتها لها من قبل. الهديه عندي انا اللي هديتها لها اللي ما تشارش بالفلوس، اللي هي القدر والعشره الطيبه والكلمه الباهيه والوعد على انه مهما صار ما يفرقنا حتى شيء بقدره ربي، وانه واحد يكون في المستوى. عندي انا هذه الهدايا اللي ما تشريش بالفلوس، واللي عندي انا هذا اهم من الهدايا الماديه مهما كانت الكل. وحتى كان فما هو فما هدايا ماديه مش اليوم نجي نحكي عليهم في التلفزه.